زاوية أهل الليلي العيون الصحراء المغربية. بيان: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. صدق الله العظيم. تفاجأت زاوية أهل الليلي قبيلة الشرفاء توبالت بالتهجم وجرأة المرفوضتين بشكل قاطع الصادرين في حق مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده من طرف محمد راضي الليلي المقيم بالديار الفرنسية. إن زاوية أهل الليلي الزاوية الأصيلة والعريقة بالصحراء المغربية توارثت البيعة الشرعية للملوك العلويين المنعمين منذ قيام الدولة العلوية الشريفة، حباها الله تعالى دون غيرها من زوايا الصحراء المغربية بالقرابة الدموية بالأسرة العلوية الشريفة، حيث أن الجد الأول للولي الصالح والقطب الرباني الشيخ المقرئ سيدي عبد القادر بن سيدي عبد القادر التوبالي المعروف بالليلي، وهو سيدي علي بن سيدي يحيى من زوجه السيدة فاطمة بنت بكار شقيقة الأميرة خناثة بنت بكار، أي أنه ابن خالة السلطان مولاي عبد الله ابن السلطان المعظم مولاي إسماعيل. وعليه وامتثالا لأمر الله بالتشبث بالبيعة الشرعية التي طوق الله بها أعناقنا، تعلن زاوية أهل الليلي المجتمعة اليوم 16 رمضان 1441 موافق 10 ماي 2020 إلى الرأي العام تشبثنا بالبيعة الشرعية وعدم خلع اليد مما فرضه الله تعالى من السمع والطاعة لأمير المؤمنين في المنشط والمكره. ثانيا، رفضها التام والقاطع لكل قول أو فعل فيه تجرؤ على مولانا أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس أدام الله عزه ونصره، تبرؤها من كل ما صدر من محمد راضي الليلي من تعدي وتهجم على جلالة الملك والأسرة الشريفة، وأن كلامه يلزمه وحده، حرر بالعيون في 16 رمضان 1441 موافق 10 ماي 2020 الإمضاء سيدي الليلي عن زاويته مقدم زاويته الليلي قبيلة الشرفاء توبالت.